السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من اللقاء الثاني لاصدقاء القناه. في خروجتنا النهارده فكرتها مختلفه عن كل مره شويه، بس حقيقه تعجبكم، وهي نزهه فنيه مع فاطمه. يعني ايه نزهه فنيه؟ يعني هتقضي تجربه فنيه جديده وجميله في وسط هواء نقي وصحبه جديده، سواء الحلوين اللي هنتشرف بيهم بالحضور او اي منضم جديد هيجي لنا بالصدفه زي الصدفه الجميله اللي هتحصل في اخر الفيديو. في نزهتنا هنقعد سوا نتعرف على بعض ونستمتع بفطور جميل على ذوق كل واحد فينا جاي من البيت. لازم تقولوا لها رايكم. هنرسم مع بعض حنة، هرسم لكم حنة، واي حد بيكون عنده استعداد انه يتعلم بديله فرصة يتعلم ويدرب كمان. اهم حاجة يكون في تبادل المنفعة ما بيننا، وده اكتر حاجة انا بحبها في اي تجمع، ادي فرصة كل واحد قادر يعلم التاني حاجة يعلمها له عشان يخرج عنده اضافة جديدة. في خروجتنا منا هي اللي طبقت رسم الحنة، تسلم ايدك يا منا. اما بالنسبة لرسم الوشوش فتقريبا كله رسم لبعضه، هو سهل جدا، هنشوفه مع بعض دلوقتي. ممكن تتعمل بايد عادي، فده حلاوته في سرعتها. تمام، تشتري واحده من دي تقدري في اي عيد ميلاد او بعد صلاه العيد تجيبيها وتقدمي للاطفال، وكمان بتوفر حته. حد يعرف الحديث تطبيق الحديث احب الاعمال من الله، حد يكمل صوريهم وهم بيجاوبوا عليا. بعد ما اتكلمنا عن ألوان الجليتر وازاي نستخدمها بشكل جميل وسريع ونقدر نفرح ناس كتير، بدأنا نطبق على القمر دي. لطيفة لصديقة القناة طنط أميمة، حتى لو ما كانتش موجودة شاركت بالهدايا هي وجنات عشان يفرحوا الناس التانية حتى لو هم مش موجودين. ان شاء الله يكونوا موجودين معانا في الخروجة الجاية بعد العيد. كل سنة وانتوا طيبين. تطبيق فكرة ادخال السرور لقلوبنا وقلوب غيرنا سهلة جدا وبسيطة، نقدر نعملها حتى لو احنا ما كناش موجودين. اما دلوقتي هنتعلم مع بعض رسم قطه بسيطه وسريعه برضو، مفيده في اي تجمع عشان نقدر نفرح الاطفال، سواء في حفله خيريه، حفله عيد ميلاد، او حتى في اي مناسبه نقدر برسم بسيط جدا نفرح ناس تانيه. وبعد ما نخلص القطة الجميلة دي هنبدأ للفقرة الفنية بألوان إكريليك، وده أحلى ما في اليوم. يلا 1 2 3. اتكلمنا الأول عن دايرة الألوان وإزاي نختار الألوان اللي لايقة مع بعضها. مش لازم الفنان يكون فنان قوي عشان يطلع حاجة حلوة قوي، ممكن جدا نستخدم الفن البسيط من رموز ودمج ألوان لايقة على بعضها. عملنا تغذية بصرية واتفرجنا على نماذج رسومات من فنون مختلفة، كمان سمعنا شرح دايرة الألوان الموجودة على القناة في شورت الصغير، بس الشورت مفيد بنصحكم تشوفوه. وبدأنا بعدها على طول نتعرف على ألوان الإكريليك، نستخدمها ازاي وفي ايه، وازاي نستخدم الفرش كويس، وازاي نلون، وازاي نحافظ على الألوان، وبعدين لونت قدامهم واديتهم فرصة للانطلاق. هتشوفوا نتيجة الانطلاق وكمان مواهبهم الحلوة، طلع في مواهب كتير مكبوتة. في الوقت ده اتعلمنا ازاي نلون ما نسيبش اي جزء ابيض، ازاي الفرشة ليها كذا مسكة، كمان ازاي نوزع الالوان وندمجها، هتشوفوا ده في الفانوس لما يخلص. كمان هتشوفوا ابداعاتهم في الاخر جميلة ازاي، وكل بنوتة طلعت بذوق خاص بيها. اليوم ده بالنسبة لي مش خروجة بس، لا ده ارت سيرابي، فن علاجي مفيد جدا للروح من وقت للتاني.
يوم مهم جدا مش بس فنيا، كمان عشان نكتسب مهارات حياتية مع بعض، هنتعرف على بعض ونسمع من بعض أفكار مختلفة ونشوف أذواق مختلفة. التجمعات نفسها بتعلمنا ثقافة جديدة وهو العمل الجماعي، المسابقات وجوائز، ونتقبل ان حد يكسب وحد ما يكسبش، دي نقطة مهمة جدا. بيحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وكمان ادخال السرور مش سهل خالص، بيحتاج مننا جهاد نفس نعلم نفسنا. الفن والعطاء لما بيجتمعوا مع بعض بنقدر نطلع من خلالهم متطوع جميل وليه أثر حلو، سواء في عالم التطوع أو عالم الصداقة أو حتى في الوسط الاجتماعي، في العيلة، في القرايب، في الجيران. مهم قوي نتعلم الحاجات دي، لأن كل فنان ليه أثر خاص بيه. أجمل حاجة في اليوم إن هي كانت تناسب الصغير والكبير، عملنا ميكس مختلف وانطلقنا وضحكنا ولعبنا بالكورة وعملنا كل حاجة خارج إطار الروتين. الفانوس الجميل السريع بتاعي عسل، تسلم إيدي والله، تسلم إيدكم كلكم يا بنات. كل بنوتة طلعت بفانوس مميز بيها، مس أميرة وشهد ومنة وأسماء وأيسل وجمانة الجميلة وقام ووان وصاجة. بجد اتشرفت بيكم كلكم، وملك كمان، اتمنى ما كنتش نسيت حد، وانجي اللي مشت بدري بس ان شاء الله تنورنا مرة تانية، وسارة كمان اللي كانت معانا على التليفون. وكمان كان لينا وقت اذكار جميل، وده اجمل ما في اليوم ان هو بيكون يوم جمعة وفرصة ان الكل يتقابل. أحلى كمان كان في معانا موهبة جميلة شهد، دلوقتي تسمعوا اغنيتها الحلوة. يا اهلا يا مس أمينة، قولي لي ايه اكتر حاجة عجبتك في اليوم؟ تلوين اكتر حاجة. فرجيني على فانوسك. قعدت معاكم وتعرفت على اشخاص اكتر. مبسوطة ان انتي تعرفتي على ناس اكتر. ربنا يعني المهارة الاجتماعية دي مهمة، فربنا يرزقنا كلنا حسن التعامل، وان احنا نتعلم نفرح نفسنا ونفرح الناس. انا كمان عايز اشكرك عشان انتي كنت بتوزعي على اي حد معدي بتحاولي تشاركيه من الاكل، فده يعني صفة جميلة قوي في المكش. اسلامي الجميلة الجائقة الحالمة، اهلا اهلا بيكي. قوليلي وريني فانوسك. بصي هاتي كده. جميل حلو. ناويه تكتبي عليه اسمك ولا لا؟ اوكي شويه وهعدي عليكي. قوليلي ايه رايك في اليوم وايه اكتر حاجه عجبتك؟ هي بدات تبغى تتليل، فحان وقت ختامها مسك بالموهبه الجميله شهد واغنيتها. اليوم فرصة جميلة لمحبين التصوير واكتساب مهارات جديدة، هنتعلم منها ازاي ناخد صورة وازاي نعمل فيديوهات مميزة وازاي نتسلى بطريقة لطيفة. هنخرج من اليوم بقطعة فنية وصورة تذكارية مميزة. مش هننسى نتعاون مع بعض على الأذكار وتبادل المهارات. خروجتنا الجاية بعد العيد ان شاء الله. لو حابين تتواصلوا وتحضروا معانا سايبالكوا الاكاونت الانستا والتيك توك، تواصلوا معانا. لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو وقول لاصحابك وهاتهم معاك. ابداعنا الجديد هيكون بالصدف، وما تنسوش تسيبولي كومنت بدعوة جميلة وفكرة جديدة. اشوفكم في ابداع جديد. سلام.